قام سيادة المدبر الرسولي بير باتيستيا باتسبالا يرافقه الأب جوزيف السويس بزيارة رعوية إلى بلدة الإسماكية في محافظة الكرك بهدف الاطلاع على أحوال أبناء الرعية والوقوف على التحديات التي تواجههم، حيث التقى فيها فعاليات الكنيسة من لجان وشبيبة. القديس ميخائيل للاتين ترأس سيادته خلال الزيارة القداسة الاحتفالية باختتام الشهر المريمي بمعاونة كاهن الرعية الأب إبراهيم نفاع والشماس الإنجيلي زعل حجازين وحضور عدد من الأخوات الراهبات وجموع المؤمنين. وفي كلمة الأب نفاع رحب فيها بسيادة المطران شاكراً إياه على هذه الزيارة التي تدل على حرص الراعي على رعيته. هللويا 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 سيادة المطران بير باتيستيا باتسبالا أكد فيها أنه علينا عيش المحبة، فنحن شركاء حقيقيون في حمل رسالة المحبة والسلام إلى العالم أجمع. هذه هي زيارة الأولى لبلدة السماكية، وأنا سعيد أن أرى هذه الجموع الكبيرة من المؤمنين، وبنعمة من الروح القدس فإن قلوبهم تفيض بنور ومحبة المسيح، متذرعا لربنا ومخلصنا أن تظل قلوبهم عامرة بنور الإيمان. لكن نجنا من الشر. ثم جرى بعد ذلك الاحتفال بنهاية الشهر المريمي بدورة احتفالية في ساحة الكنيسة وأخذ الصور التذكارية على أنغام معزوفات شعبية قدمتها كشافة ومرشدات القديس يوحنا المعمدان في مادبا.